أهلا بكم مجددا، معكم أحمد حارك. في هذا الدرس سنقوم بشرح عن الوراثة في السي شارب، يعني كيف كلاس تقوم بالوراثة من كلاس آخر. نقوم بإنشاء يعني هنا فراير انستانس، نقول ماي فراير. الماي فراير هذه كما تعلمنا في الدروس السابقة instance de class من class فراير، وبهذه الانستانس نقوم بالوصول الى الخصائص و لي فونكسيون تاع واش تاع لا ميثود فراير. هنا ما عرضنا ولا شيء. احنا عندنا هنا مشية، عندنا name ايغال روج، صافي دير يعني لون احمر، صافي دير name. ما نقدروش نلحقوا لي بروبريتيز تاع الفراير. علاش علاش علاش؟ فوالا كما راكم تشوفوا هنايا، كي تكيت هنا على النيم، هنا النيم هنا كما راكم تشوفوا هنا فيه كادنا بريفيت، بروبريتي بريفيت يعني خاصه، يعني تقدر تلحق لها غير من سكوب الكلاس، داخل الكلاس. دونك هنا بار ديفو هو هيز بريفيت، لازمك تكتب نتايا بابليك. كي تكتب هنا بابليك هو يفهم باللي البروبريتيز هذه كل الكلاسات يقدروا يلحقوا لها. بار ديفو كي ما تكتبش يهزها بريفيت. فوالا مونتمون، فوالا كما راكم تشوفوا عطانا الحق باش نعرفوا نيم للفراير. سميوها بار اكزومبل فراير ويزاوت اوي. فوالا نفس الشيء برايس، نديرو ماي فراير دوت برايس، وفي البرايس بايون ندو 45. ابري نديرو ان كونسول بايون دوت رايت، كونسول دوت رايت. لما نقوم بعرض يعني البرايس، يعني هذه اشياء قمنا بالشرح تاعها، يعني تجيست باش نجيو هنا نديرو جيت، خصنا فونكسيون get name. get name هنا نورمال تعملها ابل، هنا get الماي فراير بعد بيما نعملو لهاش ابل ديريكتومو، نعملو لها افيشاج هنا فوالا ماي فراير دوت، ونجيو هنا get name. فوالا هي نفس الطريقة، يعني هاد الأمور شرحناها فيهم حتى مشكل. خصنا هنا يا بلاس هنا دوبل سلاش، ونعملو دوبل كوت، ونعملو سلاش كونس. فوالا راكم تشوفو عفوا هكذا. فوالا دوك هنا ميكرينا حتى بروبلام، هنا كون نجيو نيكزيكيتيف ما عندنا حتى مشكل، يعني فوالا وهو كذلك. يعني البرايس هو الاسم تاع الفراير تاعنا صويل. فوالا هذا لحد الان ما عملنا ولا شيء، يعني كلاس فراير عملنا منها انستانس ولحقنا لي بروبريتيز تاعها ولي ميثود تاعها. واش رايكم درك نطبقو مفهوم الوراثة كيفاش نورفو في السي شارب؟ ومفهوم الوراثة في السي شارب يبقى عام من اجل كل لغات البرمجة. نعم، دونك هنا حنا كون نجيو الالكتروميناجي هي كلاس وحد اخرى، هذه الكلاس هي الكتروميناجي. حنا الالكتروميناجي نعرفوه بلي يحتوي على اشياء دي زومجي بزاف، من بينها الفراير والباكيوم. كيفاش يعني؟ هنا هي فيها النيم وفيها الجيت نيم، وحنا هنايا في الفراير عندنا النيم وعندنا وسي جيت نيم. علاش يعني نديرو تكرار للكود؟ من دام الفراير يعني الالكتروميناجي فيها البروبريتيز هذه النيم، لا داعي لإعادة كتابتها. ومن دام الالكتروميناجي فيها الجيت نيم، لا داعي لإعادة كتابتها، يعني ما عندناش الحاجه باش نزيد نعاودو نكتبو الجيت نيم والنيم والجيت نيم هنايا بروبريتي هاد الميتو. سي جوست من الفراير نورثوهم من الالكتروميناج لانهم يتواجدو هنايا، نورثوهم. كي نورثوهم واش نديرو؟ نجيو للفراير نكتبو دو بوا هنا، ونحطو الكلاس تاعنا الكتروميناجي هادي. درك هنا الكلاس فراير هذا، سكوب الفراير هذا، يحتوي على البرايس كوم بروبريتيز، ويحتوي على الجيت نيم كوم بروبريتيز، ويحتوي على الجيت نيم كوم بروبريتيز. منين يجي من النيم والجيت نيم تحصلنا عليه من هنا، جميع الخصائص
بجميع لي ميثود اللي تتواجد في الكلاس الكتروميناجي كانهم يتواجدون في كلاس الفراير. من ثم نجيو هنا نشوفوا مكان ها هنا درنا روج صافي دير كاين ايرور نسيو نيكزيكيتيو واش هو الايرور نيم از انكسيسيبل فوالا شوف هنا نفس المشكل يعني احنا هنا واش درنا وراثه كي درنا وراثه من الكلاس هذه نفس الشيء شوف هنا قال لك انكسيسيبل حاب يقول نايم ولقيت نايم انكسيسيبل لازمك تعدلهم سوا بابليك سوا بروتكتيف لازمك تعطيه سينو هزها بار ديفو شي هزها بريفيت كيما حكينا لازمك تعطيه تقول له بابليك باغ اكزومبل كيما هنا نشوف تعطيه بابليك درك كيعادو بابليك وشي يصرى لهم هادو لي بروبريتيز نقوم بالوراثة تاعهم من هنا يعني نهزوهم كي نورثوهم منا ونورثوهم من الكلاس فراير كاننا هزيناهم ودرنا لهم ان كوبي هنايا ومن الانستونس تاع الكلاس فراير عملنا لهم وشي وعملنا لهم كيفاش نقولوا عملنا لهم انيسياليزاسيون لافيشاج هنا نشوفوا اللون الاحمر اختفى دونك لو كان نجيو هنا نعملو ان اكزيكوت انكور اون فوا فوالا ما كان حتى ايرور دونك هذه هي يعني شوفوا يعني كيفاش قدرنا ما فيه شي والبرايس والفراير من الانستانس تاع واش البرايس والنين تاع الفراير من الانستانس تاع الفراير وهذه الانستانس تاع الفراير تاع كلاس فراير والكلاس فراير واش فيها الا بروبريتي وحده منين جات هالبروبريتي تاع النيم لقات نيم من هذا السطر يعني قلنا له الفراير قلنا لها روح اورث كل الخصائص وليميتود تاع الكلاس الكتروميناجي ذهبت الى هنا ورثت جميع الخصائص كاينه خاصيه وحده ورثت جميع ليميتود كاينه ميثود وحده ورثتهم كي ورثتهم ولاو يتواجدوا هنا وبلاستونس تاع الكلاس ماي فراير لحقنا لهم من الكلاس برينسيبال اللي هي المين كلاس وعملنا لهم في شهر هذه هي معنى الوراثه في السي شارب وهذا هو معنى الوراثه في جميع لغات البرمجة يعني عندك كلاس ترث من كلاس اب الكتروميناجي ترث جميع الخصائص وجميع لي بروبريتيز ومن هذه الكلاس تكري انستول كلاس ومن المين برينسيبال تلحق لهذوك لي بروبريتيز وهذوك لي ميثود اللي انت باغيه هذا هو يعني درس اليوم نتلاقاو في دروس اخرى ان شاء الله بتفاصيل اكثر